عيون بتضحك عيون بتبكي محتاجة نظرة راحة وسلام. بكرة هنقدر نمسح دموعها ناخد بإيدها تصبح تمام. أعزائي المشاهدين أهلا بكم ولقاء يتجدد مع برنامجكم عيون. عيون تشوفك، عيون تشوف لك، عيون تدور، عيون تغير، عيون ترصد كل ما يحدث في عالمنا وخصوصا ما يحدث من مشاكل ومشكلات للمواطن المصري. بنحاول نكون همزة الوصل ما بين المواطن والمسؤول لحل مثل هذه المشكلات، وبنتواصل مع حضراتكم في انتظار تواصلكم معنا على رقم الواتساب اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة الآن وصفحة برنامج عيون على الفيسبوك والإنستجرام. طبعا النهاردة بنتكلم في موضوع يخص كل أسرة مصرية. لما بنتكلم عن الغذاء وبنتكلم عما يخص الاحتياجات اليومية للمواطن هنتكلم عن الدواجن. الدواجن طبعا ما فيش بيت النهاردة ما بيفكرش ان هو يشتري فراخ او ايا كان نوع الدواجن اللي بيشتريها. طبعا النهاردة يهمنا من خلال برنامجنا ومنبرنا برنامج عيون ان احنا نكون معاكم نتواصل مع حضراتكم فيما يخص كل أسرة مصرية. النهاردة عشان كده هنتواصل مع الأستاذ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية. أهلا بحضرتك أستاذ سامح. أهلا بسيادتك أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك وبنشكر حضرتك على تواصلك معنا النهاردة. يا ترى أسعار الدواجن إيه يا أستاذ سامح؟ لا الحمد لله أنا عندي استقرار في أسعار الدواجن يعني خلال الست شهور اللي فاتوا. وسعر الدواجن الآن 62 جنيه في المزرعة ويباع للمستهلك حد أقصى 75 جنيه، وده طبعا لوفرة الإنتاج عندي. أنا كنت بنتج حوالي 3,500,000، دلوقتي بنتج 4,000,000 بجرة يومية. الإخراجات الجمركية على الأعلاف بصورة منتظمة، ده أدى إلى وفرة العلف وزيادة في الإنتاج، مما أدى إلى الطلب بقى كتير جدا والعرض بقى كتير، فانخفضت الدواجن من 75 في المزرعه الى 62 جنيه حاليا في المزرعه. وده طبعا بيؤثر على الاقبال، يعني طبعا دلوقتي المواطن لما بيلاقي الحاجه رخصت او السعر نزل شويه بيحاول بقدر المستطاع ان هو يقبل على هذه السلعه، صحيح كده استاذ سامح؟ بالطبع بالطبع، انا دلوقتي عندي العرض كتير، وكمان في الاخوه المسيحيين واعيادهم، مما ادى الى زياده على الطلب. صحيح. انما انا الحمد لله عند المعروض كتير جدا جدا جدا، ما عنديش اي عائق في الدواجن، بل انا في تزايد، وفي بعض الشركات اللي ابتدت كمان تستثمر في هذا القطاع بصوره كبيره جدا، من انشاء مجازر دواجن على اعلى مستوى، انشاء مزارع دواجن، وهيعلن عن التفاصيل ان شاء الله يعني بنهايه ان شاء الله الشهر القادم باذن الله يا فندم. يا ترى استاذ سامح، سؤال دايما كده بنساله احنا كمواطنين، يعني اكلم معاليك النهارده انا كمواطن وليس كاعلامي او مذيع، هل في علاقه بين اسعار اللحوم واسعار الدواجن؟ لا، الدواجن مهما كان سعرها غالي جدا عن اللحمه، اللحوم اللحمه غالي جدا عن الدواجن. يعني قصدي النهارده اللحمه لما بتزيد ده بيأثر ان مثلا التجار بيلاقوا ارتفاع في الاسعار بتاعه اللحوم، فبالتالي يبداوا هم يرفعوا سعر الدواجن؟ لا سيادتك، لا اطلاقا، لا يوجد اي صله بين اسعار الدواجن واللحوم. طيب. اسعار الدواجن ليها العلف الخاص بها، اما اللحوم ده بيكون على حسب المعروض قد ايه من التسمين العبور، فالدواجن ملهاش علاقه او ليها علاقه بالسعر مع التسمين العبور. طيب يا ترى حضرتك طبعا كل عام وانتم بخير وداخلين كده على شهر كريم شهر رمضان، هل في استعدادات معينه بخصوص الدواجن في مصر ان احنا داخلين على شهر رمضان الكريم؟ يعني احنا الحمد لله مستقرين، الدواجن في زياده زي ما قلت لسيادتك، ما عنديش اي مشكله في الانتاج من الدواجن، عند المعروض كتير، والمنتج المحلي من افضل المنتجات، وبطمن الناس ان شهر رمضان ان شاء الله لن يوجد اي ازمه في الدواجن نهائيا. يعني احنا كده خدنا تصريح من حضرتك ان شاء الله ان مفيش مشاكل في الدواجن في رمضان، يعني
باذن الله ما فيش اي مشكله ان شاء الله. ان شاء الله استاذ سامح، ربنا يبارك في حضرتك. طبعا انا برضو كمواطن عايز اعرف دور شعبه الدواجن في الغرفه التجاريه ايه فيما يخص، هل هو دور رقابي، هل هو دور توجيهي فيما يخص اسعار الدواجن؟ لا، احنا دورنا كدور توجيهي ورقابي في نفس الوقت. تمام. بمعنى ان احنا بنشوف ايه النواقص اللي عندنا، بنرفع المذكره لمعالي وزير الزراعه او السيد نائب وزير الزراعه، بنقول ان احنا عندنا مشكله في 1 و2 و3 و4، بيتم حلها. ايضا المواطن الذي يعمل في صناعه الدواجن، اي مشكله بتواجهه احنا ان شاء الله بنحلها له، اذا كان في عنده مشكله في التراخيص، في مشكله في الموافقات، في طبقا للقوانين واللوائح لازم نكون معاه، وبنسهل له كل الاجراءات، لان احنا بنشجع الصناعه وبنشجع الاستثمار. طبعا اكيد طبعا. احنا استاذ سامح السيد رئيس شعبه الدواجن بالغرفه التجاريه بالجيزه، بنتقدم لحضرتك بخالص الشكر على مداخله حضرتك النهارده معانا، شكرا جزيلا. شكرا. طبعا اعزائي المشاهدين، ما زلنا مع بعض، وطبعا احنا زي ما قلنا لحضراتكم مشاكلنا كتير، ومشاكل احنا مع مشاكل المواطن، وبنحاول ان احنا نحل مشاكل المواطن، بنتواصل مع المسؤول وبنوضح الصوره عشان برضو الناس تفهم، ويكون في نوع من انواع الوعي والثقافه. هننقل على موضوع تاني، موضوع مهم جدا، وهو موضوع السياحة والآثار أو السياحة في مصر بصفة عامة. طبعا أنا هتكلم كرجل صعيدي موجود من محافظة سوهاج. طبعا أنا شفت ولاحظت الفترة الأخيرة في فعلا توجه لمزيد من تنشيط للسياحة بجهود فعلا العاملين والقائمين على وزارة السياحة، والعاملين عندنا في سوهاج مثلا على مركز تنشيط السياحة بسوهاج. طبعا كان عندنا افتتاح من فترة للمتحف اللي موجود في سوهاج، في زيارات، أعتقد المدارس بدأت تاخد لبالها من القصة دي، تطلع رحلات الجامعات، وكان عندنا الأستاذ الدكتور رئيس جامعة سوهاج الفترة الأخيرة بدأ ياخد ويعمل رحلات في المتحف، وفي زيارات أثرية كتير. كل ده فعلا إذا كان إحنا خدنا البنا كمواطنين، فده إنما يدل على نشاط فعلا مكثف من وزارة السياحة والآثار. لما نتكلم عن الآثار، فلازم يكون معانا كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار الدكتور مجدي شاكر. أهلا بحضرتك دكتور مجدي. كل التحية دكتور أحمد. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، والشعب المصري كله طيب إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. أنا بكلم حضرتك على لسان المواطن المصري، أخبار السياحة في مصر إيه يا فندم؟ والله يا فندم النصف الأول من هذا العام كان يعتبر جيد جدا، يعني دخل مصر حوالي 7.2 مليون سائح، قلنا يعني حوالي 11 مليار دولار، ودي نسبة يعتبر جيدة لما نقارنها ما تمتش من يعني من حوالي 20 سنة فاتت. وفي الخطة الوطنية الاستراتيجية اللي وضعها الدولة لتنمية السياحة إن شاء الله 25-28 مرجح إن يوصل ل 30 مليون سائح، وده رقم يعتبر جيد. احنا نأمل إن طبعا يبقى أكتر، ولكن إن شاء الله يعني ان شاء الله نعمل في المزيد. وحضرتك شفت كان من 3 ايام كان السيد وزير السياحه والاثار كان بدا نشتغل على سياحه جديده ومهمه جدا، هي بدات في العالم ولكن كان مصر ما لهاش نصيب فيها كبير، هي ما يسمى بسياحه اليخوت. أيوه. عارف حضرتك ان سياحه اليخوت هي من السياحات الغنيه، يعني السائح اللي فيها او بتاع اليخت بيبقى يصرف يعني ملايين كتير. صحيح. وبالتالي الدوله بتامل، لان احنا عندنا بحر احمر وبحر متوسط، عندنا اسماعيليه اسكندريه، وبالتالي ان احنا ندخل في سياحه اليخوت، التركية سبقتنا واليونان، فمرشح ان مصر ان شاء الله تكون من الدول يعني المهمه في هذا المجال. فباذن الله يعني نرجو ان في خلال السنوات القادمه ان مصر عندنا يبقى هذا الموضوع، عندنا كمان مسار العائله المقدسه مصر تشتغل فيه وجهزت 5 مسارات، عندنا موضوع دير سانت كاترين او مش الدير بقى، مشروع التجلي الاعظم في ارض السلام، منطقه سانت كاترين دي كلها هيعيد صياغتها. المشروعين دول ان شاء الله في حاله اكتمالهم وافتتاحهم هيغيروا وجه السياحه الروحيه او الدينيه في العالم كله، لان عارف حضرتك منطقه سانت كاترين ليست قاصره على المسلمين او المسيحيين او اليهود، ولكنها هي سياحه روحيه عموما. عندنا المتحف المصري الكبير، وحضرتك شفت المتحف المصري هو لسه لم يفتح كاملا، ولكن فتح فيه جزئين، والبهو العظيم والدرج العظيم منذ عده ايام، ونسبه الاقبال خياليه، يعني نسبه كبيره جدا جدا. وبالتالي الدوله في كل مساراتها سواء في المشروعات
او في الترمومات او الاكتشافات الاثريه في السنوات الاخيره، وحضرتك شفت ان كل شويه بيبقى في اكتشاف اثري. ويمكن اجمل حاجه في هذه الاكتشافات ان هي بتتم عن طريق البعثات المصريه، لان عارف حضرتك ان علم الاثار المصريات كان للاسف كان بيسيطر عليه الاجانب والبعثات الاجنبيه، ولكن معظم هذه الاكتشافات الحديثه دلوقتي على يد مصريين، فان دل على ذلك فبيدل على ان احنا يعني ماشيين في الطريق الصحيح. وبالدوله وفي الدوله في كل مساراتها مهتميه، سواء بالسياحه الاثريه او بالسياحه الترفيهيه او بالسياحه كل انواع السياحه. حضرتك شفت يعني العالمين الجديده وما تم فيها في الصيف، كان في موسم مبشر جدا وكان مهرجان فني مهم، ونزاره يمكن اكثر من 1.5 مليون سائح في هذه المنطقه. وبالتالي الدوله وضعت السياحه نصب عيونها، ودي يمكن جاي من تقدير من القياده السياسيه من اول ما تولى السيد الرئيس السيسي من 2014، وهو وضع السياحه صناعه. يعني بدا حتى الوزراء اللي مسكوها الثلاثة كل واحد له اختصاصاته، واخرهم السيد احمد عيسى، هذا الرجل اللي هو له فكر اقتصادي تماما. وبالتالي الدولة ماشية في مسار مهم جدا جدا، لان هي احد اربع اهم مداخل للعملة الحرة. صحيح. هي والعملات اللي هي بتيجي من الخارج او العاملين من الخارج وقناة السويس. فبالتالي احنا مهم جدا ان احنا نهتم بالسياحه في كل المجالات. الدوله وضعت خطه كمان للمشروعات الضخمه، ويمكن كان امبارح كان في شارع المعز، باعتبار ان هذا الشارع من اهم الشوارع اللي هو موجود في القاهره، دي كان احدث حاجه بالتعاون بين وزاره السياحه والاثار وبين اليونسكو في مشروع مهم جدا، ان هم بداوا يحطوا 40 لوحه ارشاديه كمان مش بس مجرد كتابات، ولكن بالكيو ار كود، بحيث الشباب اللي يقدروا يروحوا مش فاضي حتى يقرا يبقى عنده وسيله ان ياخدوا الكود ده يقراه. فحطوا مجموعه من اللوحات، حطوا مجموعه من المظلات والمقاعد، بحيث ان اللي يروح هناك من يعني السياح اللي يعني من الداخل والخارج يقدروا يجدوا فرصه ان هم يلتقطوا انفسهم ويقدروا يبصوا على المعالم المعماريه والاثريه دي. بص مهم جدا، ودي المرحله الاولى في هذا الشارع، وان شاء الله في مرحله جايه قريبا هتبقى 70 لوحه، وده هيبدا يعمم على كل المناطق اللي هي تابعه اليونسكو او اللي هي مضمومه اليونسكو في القاهره وغيرها، بحيث ان السائح لما يروح مش مجرد بيتفرج بس، يبقى عايز معلومه، سواء المعلومه دي يقراها بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره عن طريق الكيو ار. وبالتالي احنا عندنا الدوله وضعت خطط كبيره جدا جدا، سواء في السياحه زي ما قلت لحضرتك الشاطئيه او غيرها، او في المشروعات المختلفه، وان شاء الله ربنا يزيح الغمه عن الاحداث بتاعت يعني العالم الخارجي، ونوصل، لان عارف حضرتك المؤمل ان احنا المتحف المصري يفتتح في بدايه العام القادم، ولكن وطبعا مشروع برضه سانت كاترين، ولكن نظر الاحداث السياسيه فاعتقد الموضوع ده يعني هتاخر بعض الشيء، ولكن دوركم كاعلام انا بشكر حضرتك يا دكتور احمد، وبشكر يعني فندم مدير تحرير برنامجك، ان احنا لازم في الاعلام نتكلم كتير، لان لازم نتكلم كتير وندعو ان احنا، لان يعني ما احنا بنترك الشيء بننساه، ولكن كتر ما بنتكلم عنه في وسائل الاعلام ده بيبقى شيء جيد. فدعوه من خلال برنامج حضرتك بقول لكل الناس المتحف المصري الكبير، ارجوكم روحوا زوروه، هتشوفوا اجمل حاجه اسمها الباب العظيم، هتشوفوا حوالي واحد ويعني 61 من اجمل قطع الاثار للملوك المصريين معروضه على 105 سلمه، وهتشوفوا البهو العظيم، هتشوفوا اعظم تمثال اللي هو كان موجود لجدكم رمسيس الثاني اللي كان موجود في ميدان باب الحديد او رمسيس زمان، هتشوفوه برضه معروض في هذا المكان. ارجوكم روحوا شوفوا شارع المعز وما حدث فيها من تطوير، منطقه كمان ماري جرجس اللي هي مجمع الاديان افتتح فيها عده مشروعات مهمه جدا جدا. فيا ريت كلنا واحنا داخلين على اجازات نص السنه، ربنا ينجح كل اولادنا، يا ريت نبدا نحط من دلوقتي خطط لزياره المتاحف والمناطق الاثريه. والدوله دلوقتي كان عندنا 41 متحف، معظمهم للاسف كانوا مقفولين او يا اما لسه ما انشئوش، فالدوله في السنوات الاخيره 37 متحف دلوقتي تم افتتاحهم او اعاد افتتاحهم، ودي خطه يعتبر مهمه جدا جدا. فبقى معظم المحافظات دلوقتي بقى فيها متاحف، ففرصه لاولادنا، ودلوقتي بقت في ميزه، الاول كان يقول لك نو تاتش او نو فوتو، دلوقتي بقت الامور سهله، بتستطيع انت بالموبايل بتاعك او بالكاميرا بتاعتك تصور، في الموضوع بقى زي زمان، تستطيع ان انت تاخد الكيو ار وتعرف معلومات عن هذا الموضوع، ما بقاش يعني نفس التدقيق بتاع زمان. المتاحف دلوقتي بقى فيها اماكن للاكل والشرب والهدايا، ما بقى زي زمان المتحف مجرد مكان بس نشوف في الاثار، لا ده بقى كمان مكان يعني ترفيهي شويه. ففرصة نروح الهرم، نروح سقارة، نروح دهشور، نعرف تاريخنا، عشان لما نيجي نقعد على الكيبورد وحد يتهم هذه الحضارة اللي يقول لك بناها قوم عاد ولا اليهود ولا اللي بناها مش عارف الأفروسنتريك، لا نرد، مش نرد بشتيمة وصوت عالي، لا نرد بحكمة ونرد بتاريخ وبعلم، وبالتالي يبقى احنا قاعدين على الكيبورد بنعرف دايما الشعب، هذا الشعب الراقي هيرد بالعلم بتاعه، مش نسمع كمان لما نيجي نقرا معلومه هنبقى واثقين ان المعلومه دي لان احنا شفناها المعلومه صح غلط، لان عارف حضرتك معظم السوشيال
السوشيال ميديا عشان يوصل يركب الترند، وبالتالي بيحط معلومات للاسف معظمها خاطئه. صحيح. ففرصه ان احنا نعمل هذا الموضوع، دعوه كمان من خلال برنامج حضرتك، كل المتاحف المناطق الاثريه فيها قسم خاص، اول ما نخش المنطقه نسال على قسم الارشاد او التوجيه الاثري او الوعي الاثري، في كل منطقه دلوقتي في المتاحف او هذه الاماكن في قسم للوعي الاثري، في زملاء من الاثريين يستطيع انه يطلع معك مجانا ويشرحك سواء المتحف او المنطقه الاثريه، يقول بس انا عايز قسم الوعي الاثري او مين في الوعي الاثري، هيطلع معك ويشرح لك المكان مجانا وباللغه اللي انت عايزها. جميل خالص القسم ده، انا بصراحه ما كنتش اعرف المعلومه دي من حضرتك، يعني لسه عارفها دلوقتي على طول، لان احنا برضو كمواطن كنا بندخل ممكن فعلا كنا نفتقد لهذا الامر من حيث الارشاد فعلا. طيب انا برضو هسال حضرتك سؤال، معلش اسمح لي، انا كطبيب حضرتك يعني كطبيب، اخبار السياحه العلاجيه ايه في مصر؟ والله يا فندم انت حضرتك طرقت يعني ما كنت هتكلم عنه، احنا عندنا نوعين من السياحه في مصر نتمنى، هو طبعا السياحه العلاجيه بدأ نشتغل فيها، عندنا السياحتين في مصر اتمنى نشتغل اكتر، السياحه العلاجيه والسياحه الصحراويه. صحيح. اللي بيسموها سياحه المغامرات او سياحه البيئه فعلا. ودي عليها اقبال كبير جدا في العالم، ويمكن دوله زي السعوديه جنبينا بدات السياحه الصحراويه. حصل. تعملش حاجه والله دكتور احمد، كل اللي بتعمله ان هي بتجيب مكان في الصحراء وتعيد هندلته بس مش اكتر من كده فعلا. زي ما يقولوا بشكله. فاحنا عندنا في مصر عندنا نوعين من السياحه العلاجيه اللي هي اسمها السياحه الصحيه والسياحه الاستشفائيه. أيوه. وحضرتك اكيد عارف اكتر مني ان هي السياحه اللي هي السياحه الصحيه، راجل سليم وراجل رياضي بس عايز مكان يمارس فيه عمليه السباحه، يمارس الغوص، يمارس الجري، ده راجل سليم. اما الاستشفائيه اللي هو جاي يتعالج نتيجه وجود المياه الكبريتيه. صحيح. او الرمله. صحيح. السخنه او السوداء او البيضاء. ومصر بتتميز ان ربنا حماها بالنوعين من السياحه سواء العلاجيه او الاستشفائيه، وبالتالي نتمنى نشتغل الموضوع ده اكتر. طبعا عندنا كمان جبال الملح، وعارف حضرتك طبعاً الملح طبعاً. اللي هو موجود كهوف الملح دي مهمه جدا فعلاً. فدي شغاله شغاله على استحياء بعض الشيء، ولكن نتمنى ان تكون هناك مراكز صحيه في كل منطقه الواحات. طبعا فيها شغل كله يعتبر قطاع خاص، يعني الناس هم اللي بيعملوها وبداوا ينشروها في المهندسين في مصر الجديده في بعض الاماكن اللي هي كهوف الملح، ولكن نتمنى زي ما حضرتك اشرت ان الدوله تشتغل في هذا الاطار، في اطار السياحه العلاجيه والترفيه، ودي هتجيب ملايين الناس، لان يعني حضرتك ان عندنا الشمس مثلا طول الشتاء. صحيح. ما بتغيبش غير بعض الساعات، فبالتالي حضرتك احنا ممكن نعالج بالشمس، وحضرتك دكتور وفاهم هذا الموضوع. صحيح. بالرمله البيضاء، بالرمله السوداء، بالاملاح، بالعيون الكبريتيه. فصدقني حضرتك لو احنا اشتغلنا في هذا المجال لان احنا مميزين في هذا الموضوع جدا، وارضنا فيها خير كتير جدا. فنتمنى السياحه الصحراويه كمان، سياحه الريف يا دكتور احمد. صحيح. احنا بنفتقدها كتير. صحيح. وقريه حضرتك اكيد رحت قريه تونس اللي هي موجوده في الفيوم، اللي الست ايفلين السويسريه حولتها القريه بقت معروفه في كل الدنيا كلها. فنتمنى نشتغل سياحه الريف، لان الريف المصري بيتميز اكتر كمان من الريف اللي بيسموه الريف بتاع لندن. أيوه. لان احنا عندنا في الريف حاجه مش موجوده في اي دوله في العالم، هي الجمال الطبيعي والناس. صحيح. البسيطه. يعني حضرتك لو انا خدت مجموعه من السواح ووديتهم اي قريه مصريه ننظمها الموضوع فعلاً ده وياكلوا بقى الاكل المصري اللي حضرتك عارفه بريحته. أيوه. الجميله. صحيح. اعتقد الموضوع هيبقى جاذب جدا جدا. لكن السياحه العلاجيه احنا بدانا فيها في بعض الاماكن، لكن نتمنى ان التوسع في هذا المجال لانه مهم جدا. عايزين كمان نرجع دكتور احمد راري للفراعنه، لان احنا عندنا زي برالي دكار وراري في السعوديه. صحيح. واحنا ما عندناش راري سباق الطيران، وعارف حضرتك بتوع سباق السيارات بيصرفوا كويس قوي. فنتمنى نشتغل في هذا المجال. مصر فيها كل انواع انماط السياحه، صدقني حضرتك لو اشتغلنا في كل هذه الانماط هذا البلد مش محتاج يصنع اي حاجه، لان دخل السياحه هيكفي كل 120 مليون وهيزيد كمان. فنتمنى نشتغل في هذا الاطار، اعلام وتعليم وكل والمحليات وكل. صحيح. الناس تشتغل في هذا الاطار. صحيح. كلام حضرتك مظبوط طبعا دكتور مجدي بيه. برضو معلش اسمح لي في قبل ما اختم مع حضرتك، المواطن المصري بيسال، انا المواطن البسيط هيسال يقول لك انا هيرجع عليا ايه من تنشيط السياحه؟ عايز اسمع من حضرتك. سؤال رائع، سؤال رائع، لان دايما بنقول يقول لك يا عم احنا مالنا، انا راجل عايش في اقصى الصعيد او في اقصى الريف او عايش في الصحراء، او انا راجل ماليش علاقه بالسياحه. صحيح. وبقول له ان دخل السياحه الانكم بتاعها داخل لك، والله داخل لك في المدرسه اللي بتعلم فيها ابنك، داخل لك في الطريق اللي انت ماشي عليه، لان في نهايه الامر العمله الحره معروف ان اسرع حاجه بتجيب فلوس هي السياحه. السائح لما بيجي ثاني يوم بياكل بيشرب بيركب حنطور، كلنا بنستفيد. تعرف يا دكتور احمد ان في 72 مهنه مرتبطه
السياحة. يعني الراجل الفلاح ما هو لو في سياحة هيبيع المحصول بتاعه كويس بسعر كويس، لأنه هيبقى في إقبال. صحيح. لو إحنا ويمكن زي ما شفنا في البصل ومن الحاجات دي بتروح للسياحة، لما بيكون راجل بتاع الفلوكة والمركب مستفيد من السياحة، راجل بتاع الحنطور، وكل دول لما بيشتغلوا في نهاية الأمر بيجيبهم فلوس، بيروح يجيب من عند الجزار لحمة، وبيجيب بيروح يجيب أحذية لأولاده، ويجيب ملابس ويتفسح، وبالتالي هي منظومة. فبقول لكل واحد السياحة منظومة، لذلك مهم جدا طالبنا دكتور أحمد كتير إن برامج التعليم يبقى فيها جزء سياحة. بقول لهم سنة رابعة ليه ما نجيش ندرس لأولادنا سنة رابعة مادة اسمها أخلاقيات السياحة، نعرفهم دور السياحة وأهمية السياحة وأنواعها وأنماطها، بحيث إن الطفل الصغير ده ما يشوفش سايحة ماشية مثلا لابسة هوت شورت يعكسها أو يقول لها كلمة مش جيدة. صحيح. أو يتودد لها بطريقة غير جيدة. ليه؟ إنه دارس وفاهم وعارف أهمية السياحة. وحضرتك لما تروح المدينة زي مدينة الأقصر تلاقي كل الناس بيتعاملوا على السياحة عادي جدا، لبسهم ولا إيه، لأن هم طول ما عارفين قيمة السياحة وأهمية هذا السائح. لكن للأسف في بعض الأماكن إحنا بنتعلم السائح بطريقة غير جيدة، وطبعا بيكتب ريفيو غير جيد. فنتمنى إن إحنا كل البلد تشتغل سياحة، ولازم الراجل اللي قاعد في أقصى الصعيد ولا قاعد في أقصى الصحراء يعرف إن السياحة دي لها دور في تنمية البلد، وهي أحد مصادر الدخل القومي الهامة في لينا كلنا. اسمح لي دكتور مجدي أقول لحضرتك إن دي من أروع المداخلات اللي أنا فعلا يعني سعدت بيها يا فندم. الله دكتور مجدي، إن شاء الله مزيد، ويا ريت حضرتك تشرفنا في الاستوديو عشان نتكلم بشكل أوسع إن شاء الله بإذن الله. شكرا دكتور، الله يخليك دكتور مجدي، ربنا يبارك في حضرتك. دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، بنشكر حضرتك على المداخلة، شكرا جزيلا. طبعا أعزائي المشاهدين، طبعا فاصل ونعود، انتظرونا بعد الفاصل إن شاء الله. نمسح دموعي ناخد بإيدها. نمسح دموعي ناخد بإيدها. يا رب أنا المخطئ فاعفو، وأنا المقيم أمام باب رجائك فاصفح، ورد لي الروح بطهرها، فإنك رغم زلاتي غفور. إلهي، إن كنت قد أخطأت فإني أستغفر، فجد علي بنعمة الغفران والصفح الجميل، وإني أشهدك بأن حسن الظن بك لم يفارقني وأنت تعلم، ومهما ابتعدت بخطواتي فإني إليك بروحي أسير. إلهي، يا من أمره بين الكاف والنون دوما، أنت وحدك تعلم ما بسري والعلن. بصراحة رائع جدا أستاذ عمرو، حابب أن حضرتك تعرف نفسك للسادة المشاهدين. عمرو عاطف، كاتب وشاعر، بكتب قصائد ودواوين، من المنصورة أساسي، ودي هواية عندي يعني. طيب يا ترى حضرتك بدأت الهواية، أنا أعرف أن أي كاتب أو أي شاعر بيبقى له كده تجربة، يا ترى تجربة حضرتك بدأت إمتى وإزاي؟ يمكن التجربة الفعلية بدأت 2017 يعني ككتابة فعلية واستمرار في الكتابة، لكن هي مرسخة عندي من 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 زمان يعني. بدأت إزاي زمان؟ بدأت وفي سن كام يعني؟ لا في سن يمكن الثانوية العامة، ممكن كان والدي كان بيشجعني دايما على الكتابة والشعر والرسم والحاجات دي، كان ليه عظيم الاثر في حياتي يعني بصراحه. التجربه بدات من الثانويه العامه يعني. من الثانويه العامه طبعا، ظروف الثانويه العامه والحاله النفسيه اللي الحاله النفسيه بتخليك تطلع كل اللي جواك يعني. صحيح، بتطلع حاجات كتير فعلا. تمام، يا ترى ليك كام ديوان يا استاذ عمرو؟ ثلاث دواوين حاليا، وان شاء الله الرابع في الطريق. ده كده بالنسبه لنا احنا حصريا بقى نعرف الرابع ده اسمه ايه، الديوان الرابع ولا لسه ما سميتهوش؟ دموع المطر. دموع المطر. المطر حاجه قويه واسم قوي. طيب انا عايز ابدا مع حضرتك واعرف الساده المشاهدين، طبعا بعد ما شفنا الفقره اللي فاتت وعرض حضرتك طبعا رائع جدا، عايز اعرف اسماء الدواوين، واول ديوان كان اسمه ايه، وثاني ديوان، وثالث ديوان، واعرف من حضرتك تجربه كل ديوان واسمه والغرض من اسمه ايه. كان اول ديوان اوراق المتناسله.
اوراق متناثره اوراقي يعني اوراقي متناثرة. المتناثره تمام. تاني ديوان انثى الفصول الاربعه انثى الفصول الاربعه. تالت ديوان تنهيده. تمام. نبدا بقى باوراقي المتناثره. وحضرتك قلت لي قبل التسجيل ان هو كان الاهداء اول اهداء لاول ديوان في حياتك. يا ترى كان الاهداء لمين وايه سبب كتابه الاهداء؟ كان لوالدي ووالدتي كان لهم عظيم الاثر في حياتي، فكان لازم ان انا اخلد ذكرهم بحاجه. صحيح. صحيح. تتساب ذكر للناس يعني. تمام. هل هم نفسهم الوالد والوالده كان ليهم تاثير في كتابه الديوان نفسه؟ طبعا اكيد. يعني ازاي؟ دايما بيحصل حاجات في حياتنا بتخلينا ننفجر ونطلع اللي جوانا. صحيح. فكانت بداية الفقد هي اللي خليتك تبدأ توثق الحاجة اللي انت عايز تخرجها من جواك. دايما انت كبشر كإنسان بتحاول تلاقي نفسك في مجال او في حاجة انت حاببها او حاجة انت هتقدر تخرج اللي جواك فيها. صحيح. ايا كانت الموهبة اللي جواك دي، ايا كان الشغف اللي جواك دي. صحيح. او نوع الشغف اللي جواك. فالكتابة رسم من نوع اخر. صحيح. فكأني برسم بالكلمات كل اللي جوايا، لوحة بورتريه بعرض ايه شعوري. فوالدي ووالدتي كان ليهم عظيم الأثر في حياتي كلها على بصفة عامة. حياتي بصفة عامة يعني. فكان لازم أخلد ذكراهم في أول ديوان. يا ترى ايه أهم قصيدة في الديوان ده؟ هو كل الديوان عزيز على قلبي لان كان اول ديوان طبعًا يوثق ليا. طبعا. ممكن نقرا حاجه منه لو انت يريد حابب. يا ريت اسمع من حضرتك كده قصيده من ديوان اوراقي المتناثره. اتفضل المايك حضرتك. أريد بحرا كي أغوص بعمقه بين مد وجزر دون كلل ودون ملل ولو أغرقني. أريد موجا عاصفا وريحا تداعب ملامح وجهي التي وهنت وتراقص المشيب برأسي. أريد بحرا يأخذني لحيث يريد وأريد ليتكوم بين يدي بطهري وبكل أخطائي. أريد بحرا لا يمل من صرصرتي من أرقي ومن ذبول أيامي وكثرة دفاتري. أريد بحرا يحرقني ويداويني على مهل يتحملني بكل تناقضاتي يحمل عني سفني ومنائي وأشرعتي وحتى زجاجات رسائلي التي لم تصل. أريد بحرا يغمرني بين ذراعي يأخذني من عالم الهزل فيقتلني عاما ويحييني أعواما. أريد بحرا. ربنا يبارك في عمرك يا رب. طبعا ده بالنسبة لأول ديوان، وطبعا واضح تأثيره على حضرتك وعلى مشاعرك يعني. تاني ديوان اسمه ايه؟ أنثى الفصول الأربعة. طيب الاسم بالنسبة لي أنا مخيف يعني بصراحة. لا بالعكس. أنثى الفصول الأربعة. هل ده في تخيلي ليه علاقة بطبيعة الأنثى أو طبيعة المرأة؟ طبيعة الأنثى متغيرة يعني. متغيرة. أنثى مزاجية. دايما الفصول الأربعة بنشبه بها حياتنا احنا كبشر عامة. صحيح. بس الأنثى بيبقى ليها عظيم الأثر في الموضوع ده. صحيح. بيبقى واضح عليها جدا تقلباتها، خريف صيف شتاء، كل الفصول موجودة في الأنثى. فازاي توضح الأنثى بكل فصولها أو تكتب عنها بكل الفصول؟ ده كان مكتوب في كتاب أنثى الفصول الأربعة. يا ترى حضرتك مختار لنا حاجة النهاردة من الديوان ده أو هنعرضها مع الإعداد؟ موجود في الإعداد. في الإعداد. طيب أستاذن الأستاذ كريم في الإعداد ننزل الفيديو.
الذهاب تصبح تمام. وحين تنفست الأماكن التي مررت يوما بها، تنفست تواجدك بأضلعي، وأغمضت عيناي كثيرا كي أنتشي، عطرا معتقا منذ أعوام بين تنهيداتي. فأنت وحدك السر الدفين ما بين كل قصائدي، وأنت مليكة كل سطوري والمتوجة فوق عرش إحساسي. حبيبتي، إن عمق الشعور لدي قد تفكر والتهبت كل مشاعري حين لمحت عطرك يجول بكل أركاني. فلقد تنبأت عرافتي بأن لقاءنا مستحيل، وأن الوصول لعينيك درب من وهم ومحال. ولكنني أعلنت الحرب على قبيلتي وكل الحدود وعلى كل المحال، ورتبت كل حقائبي للترحال إليك ولو كنت ببروج مشيدة. نمسح دموعك، ناخد بإيدها تصبح تمام، تلقى السكينة. طبعا بصراحة كلمات رائعة، وعاوز أقول لك بس كده رأيي الشخصي، يعني صوتك مميز، يعني في كده مش عاوز أقول لك في حنية، في يعني صوتك مميز فعلا، وطريقة إلقائك جميلة أستاذ عمرو، ده رأيي الشخصي. يا ترى حضرتك طبعا كل اللي سمعوك طبعا أكيد أسنوا زي ما أنا بأسني يعني، ولكن قول لي تجربتك مع الناس. في البداية اتحاربنا، في البداية اتقال مش فاهمين كلامك، كلامك باللغه الفصحى اكتر من العاميه. صحيح. الشعر العامي بيبقى سهل وقريب من الناس. صحيح. فكنت داخل في حرب ان انا اقدر اوصل باسلوبي كلام الناس، كنت داخل في حرب ان انا اثبت ان انا عايز اقول اللي جوايا، مش متقيد بقافيه، مش متقيد بكاتب معين او بشاعر معين. انا عايز ابقى عمرو، عايز ابقى مدرسه، عايز اقول اللي جوايا ايا كان، سواء نثر سواء شعر سواء ايا نوع الكتابه اللي انت كاتبها. فدي كانت البدايات. وعلى فكره انا استوقف حضرتك هنا النهارده، احنا المشاهدين عارفين من خلال برنامجنا، واحنا قصدين ان حضرتك تكون معانا النهارده، ان احنا بنهتم بالمواهب من خلال البرنامج، وكمان بنهتم بالابداع. يعني احنا كان لنا حلقات سابقه تركيزنا كله او بنعمل فوكس على الابداع، فانا شايف ان حضرتك مبدع وفي حاجه جديده مختلفه في شعر حضرتك. يا ترى استاذ عمرو وجودك في المنصوره او بلدك كمنصوره يعني ليه تاثير نفسي في شعر حضرتك؟ بالنسبه للمنصوره كان ليها عظيم الاثر في 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 حياتي. المنصوره فيها كل التناقضات، فيها الغني جدا والفقير جدا والريحه بتاعت ايام زمان والريحه العصريه، فهتشوف فيها كل حاجه. صحيح. فوجودي في المنصوره وتربيتي في المنصوره وعلى ضفوف النيل خاصه كان لي مكان انعزالي، اعرف اكتب، اعرف ارسم لوحه بداخلي ان انا اقدر اقولها في يوم من الايام، اقدر ان انا اكتب عنها، عن الحاجه اللي انا شايفها وحاسسها. الريحه مختلفه. صحيح فعلا. هل ده ليه علاقة بديوان تنهيدة؟ كل الدواوين بتاعتي ليها علاقة متأثرة بالمنصورة. أكيد. طيب الديوان الثالث تنهيدة، صح كده؟ طبعا عاوزين نسمع حاجة من حضرتك بخصوص الديوان كده، وأعتقد إن هم في الإعداد مجهزين حاجة من شعر حضرتك. إلى مضيفة الطيران. انتقي أنت المكان سيدتي، فإنني على وشك الإقلاع من عينيك لعينيك. انتقي أنت المقاعد لأتمعن النظر إليك كثيرا، لأرى القمر ساطعا من أمامي ولأرى النجمات أوضح، وغمازات الحسن في وجهك أوضح، لأرى الشامات ترصع الخد كحبوب هال أوضح.
انتقي أنت المكان، وليكن أي مقهى يدخل كالسيف في البحر، أي جزيرة خالية من البشر إلا مني ومنك، أي كوكب يسبح في الفلك الدوار يملكني وأملكه. انتقي أنت المكان، وإن كان على غيمة فستقية اللون، أو على جناح طائر ناصع البياض كالسلج. اختاري أيهما أوضح لرؤياك، إن كان ليلا فأنا أعشق معك الليل، وإن كان نهارا. والله بصراحة رائع يعني. بس أنا ليه سؤال كده برضه، وأكيد السادة المشاهدين ليهم نفس السؤال، يا ترى إيه نوع التنهيدة اللي حضرتك تقصدها يعني؟ التنهيدة عمرها ما كانت مرتبطة بنوع، وده في مقدمة الكتاب أنا كاتبها. الديوان اللي هو تنهيدة؟ تنهيدة. يا ريت نسمعها، اتفضل حضرتك. عن كل تنهيدة حارة كحقل بهار يلزع، وعن كل صرخة شوق تنفسناها عبثا ولم تصل، عن كل أنفاس العاشقين المكومين بين القصائد، وعن كل آهات اللوعة والانتظار والفقد، عن تلك الحرائق بصدورنا والتي قد تشكلت بهيئة تنهيدة، أزف إليكم بعضا من بوحي وكواليس روحي. شغل مع الكلمات بصراحة. أنا بشكر الإعداد جدا يعني النهاردة. طبعا بعد ما عرفنا الثلاث قصائد بتوع حضرتك، عايز بس أعرف من حضرتك كده ملخص سريع عن الديوان الرابع اللي ان شاء الله هو في يعني في المستقبل او قريبا، يعني حضرتك بتقول انه هينزل قريبا ان شاء الله، يا ترى اسمه ايه وتجربتك فيه كانت ايه؟ اسم الديوان دموع المطر. دموع المطر. انا على فكره من عشاق المطر، من عشاق ريحه المطر مع التراب، مع من عشاق الجو الشتوي. كلنا بنحب الجو ده. والمطر كله خير طبعا، جو الذكريات وجو السكينة. صحيح. جو ازاي المطر هيبكي، ازاي المطر هيبقى ليه دموع، ازاي يبقى عندك عقدة المطر، ان انت مع رغم حبك وعشقك للمطر هيجيلك فترة بقت تخاف من المطر، بتخاف من الجو ده اللي هتقعد فيه مستكين تبحث في ذكرياتك، فده أنسب وقت إن أنت تقعد مع نفسك وتفكر في الذكريات القديمة. صحيح. وده اللي هنشوفه في الديوان إن شاء الله موفق بإذن الله. أستاذ عمرو، طيب سؤال كده برضو يعني، يا ترى حضرتك لما خلاص بتستعد إنك تكتب، هل في طقوس معينة بتعملها؟ بالعكس، الكتابة عبارة عندي عن إلهام، عن كلمة، عن إحساس، عن شعور. الطقوس عند أغلبية الناس، أنت لما بتحب حاجة تعملها بتحاول إن أنت على قد ما تقدر تاخد جنب، على قد ما تقدر تكون مع نفسك الفترة اللي أنت تقدر. يعني مش ممكن تشوف حاجة كده وأنت ماشي في الشارع تتأثر بيها فتطلع ورقة وقلم وتكتب جداً، أو على الأقل تكتب حاجات على جنب؟ جداً. أنا ممكن أبقى ماشي في الشارع وحاجات تأثر فيا أطلع الموبايل كده وأسجلها صوت كمان لحد ما أكتبها براحتي. صحيح. كل حاجة بنقابلها في حياتنا عمرها ما كانت صدفة. صحيح. أي حاجة في حياتنا قدر. أكيد. والأقدار لا تناقش. أكيد طبعاً سبحانه وتعالى. طيب أنا عايز بس في نهاية فقرتنا طبعاً، وقبل ما أشكر حضرتك، يا ريت تختار لنا كده قصيدة نسمعها من حضرتك لايف. تفضل حضرتك بالمايك. فلتأتيني زائرة ولو بالمنام، فلقد جفت الأحلام يا صغيرتي، وتلبدت الغمائم بالأحزان، فلتأتي خاوي من السكنة
فكوني أنت السكنى له ولتأتيني بالمنام. رائع أستاذ عمرو، يعني أحييك بصراحة، كلام رائع جدا وإن شاء الله دايما موفق. قبل ما نختم مع حضرتك، كلمة كده تقولها للمبتدئين، يعني الناس اللي لسه هتبدأ أو اللي عنده موهبة، نصيحة حضرتك ليه إيه؟ دايما كنت أقول كلمة، إن موت الشغف هو موتتنا الأولى. حارب عشان شغفك، حارب عشان الحاجة اللي أنت بتحبها، حارب علشان اللحظة اللي تقدر تستكين فيها وتوصل لمرادك، مهما كانت الدنيا قاسية ومهما كانت واخدانا بدوامتها، كلنا في ساقية، بس حاول تلاقي الجزء اللي تفضل فيه إنسان، عندك حلم وطموح، حاول تجري وراه، عمرها ما كانت مرتبطة بعمر ولا بسن. والله بكلام حضرتك الرائع ده، أنا حابب أوصل رسالة حضرتك ورسالتي ورسالة البرنامج، إن إحنا في استعداد تام لظهور أي موهبة سواء شعرية أو أيا كانت الموهبة. إحنا موجودين في برنامجكم عيون إن شاء الله على قناة الصحة والجمال. طبعا قبل ما نختم فقرتنا النهاردة، حابب بس حضرتك تقول لي أحلامك إيه في 2024 إن شاء الله. كلنا لنا طموحات وكلنا لنا أحلام. أنا يمكن من الأحلام المؤجلة بقى لها فترة بالنسبة لي ونفسي أحققها في 2024، إن يكون لي برنامج إذاعي في التلفزيون، في الإذاعة صوتي يوصل للناس، وأسمي برنامج مثلا تنهي ده إن شاء الله، يعني موفق بإذن الله، وإحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك إن شاء الله بإذن الله، وقريبا نفخر بيك كده في الإذاعة إن شاء الله بإذن الله. صراحة أنت كده حضرتك أثرت الشاعر اللي جوايا، فأنا حابب إن أنا أتطفل عليك النهاردة وعلى السادة المشاهدين وأقول حاجة من تجربتي الشعرية. يعني هو شعر حلمنتيشي اسمها ذكريات العروبة، حاجة كده خاصة بالعروبة يعني، فبقول فيها: رميت همومي في حضن أمي، حسيت ايديها بتفرد لي كمي، ضجت ايديا وغفلت عينيا، وشفت صاحبي اللي سايبه توي، وراح الحزين، راح الحزين يطوي سنين اهات، يرجع الماضي اللي اصبح ذكريات، يدق باب يمحي الضباب، يصحي كلمة حق كانت هي حلمي، وراح الحزين. راح الحزين يسكن في غابة، لكنه سكنت جواه الديابة، وبدال ما يقول للظلم ليه حود عليه، تطفي شموع الحج ايديه، وصحيت لقيتني، صحيت لقيتني في حضن امي اللي كانت عم بتلعب في كمي، وبصت في عيني، بصت في عيني ونزلت دموعها، ومسكت كوعها اطبطب عليه، لا يا امي ما تشيلي همي، انا وسامح ورأفت ومرفت وخالد ورامي وحنان ومدحت وعيشه ولوزه وسام وفؤاد، هنجيب اللي فات، هنصحي تاني ذكريات مجد العروبه، ونحط بإيدينا يا أمي طوبة، ألف طوبة، ونكتب عليها إن اللي خلف عمره ما مات ذكريات. أتمنى كده أن نكون ضيف خفيف على حضراتكم يعني النهاردة، وبشكر طبعا الأستاذ عمرو عاطف الشاعر والكاتب والأديب. طبعا في نهاية حلقتنا النهاردة أعزائي المشاهدين، بنشكر حضراتكم ومنتظرين مزيد من التواصل على رقم الواتساب اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة أو صفحة برنامج عيون على الفيسبوك والإنستجرام. كان معكم الإعلامي الدكتور أحمد عويش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيون بتضحك، عيون بتبكي، محتاجة نظرة راحة وسلام، بكرة هنقدر نمسح دموعها، ناخد بإيدها تصبح تمام، تلقى السكينة وإيد أمينة، ترحل همومك بعد انهزام، تابع وشاهد ويانا تسمع ويانا تلقى أحلى كلام، هتكون بداية ليك.